مرسوم 115 لسنة 2011 لا يدعو إلى الإيقاف ولا يعطي الحق في السجن ولا في بطاقة إيداع. فصل 128 المجلة الجنائية ملغى ومدفون وعظام ولات مكاحل. الشاكي وكيل الجمهورية وحاكم بمحكمة تونس الابتدائية وحاكم التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية وكيل الجمهورية طالب كتابة إحالة الملف إلى محكمة أخرى، ونحن قدمنا مطلب لمحكمة تعقيب في استجلاب الملف إلى سوسة لرفع الشبهة. يقوم السيد لا بحث لا عمل حد شيء وقال وأصدرنا بطاقة إيداع إلى سجن المرنقية. أنا بالنسبة لي هذا القرار باطل. زياد الهاني محجوز على ذمة وضع خفي ما نشوفه فيه، وقلنا له يا سيد الرئيس رم ورطوكم قبل ويحبوا ورطوكم تو الله غالب. استاذ لازار علي ما قبلش مطلب الصراحه. استاذ لازار شنو هو اليوم انت كقانوني شنو هو التبرير اللي نجم يكون تستعمله المحكمه في تبريرها اللي بتاخذ الايداع هذا؟ ما تستعمل حتى تبرير، تقول لك اما هو شنو اما ان يشكل خطر على الامن العام او الصحه العامه او السلامه العامه او حفاظا على سريه التحقيق، هذا الكل ماهوش موجود. والقانون المحال به ما يربطش ما يحطش في الحبس. مرسوم 115 ما فيهوش رباط ما فيهوش حبس، يعني ما نجمش عبد يعمل جيول ويهز العباد كما يحب وقت يحب يهز جيول يهز العباد. هذا خيال علمي سيونس فيكسيون في مرحلة الناس كل ولا تشوف في تجليات. سي لازار عاكر من نجمه نقولوا اليوم اللي السلطة القضائية في تونس ولا في السلطة التنفيذية لا ما نقولش السلطة القضائية، هناك قضاة أشراف نظاف مستقلين، لكن أنا أريد أن أقول هنا من اتهمه زملائه بالفساد وبالملفات المكدسة كيفاش اليوم يكون وكيل عام في محكمة السنة في تونس؟ من وضع في قائمة 82 المعفيين وسحب كيف يكون وكيل عام في محكمة السنة في تونس؟ قضاة شاهدوا قالوا الوكيل العام سي عبد القادر بهلول متورط سابقا، مفروض يفتح بحث فيه، مفروض يدقق في وضعه، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي شفته توه.